ايه ابو حميد، ابو حميد صح النوم؟ صباح الخير. صباح النور. قوم صبح المتابعين. صباح الخير. والله نومة حلوة هون. ارجع بعد ساعتين. لا شو ابو حميد، ساعتين ابو حميد، ابو حميد خليني مبسوط. المرجحة من أكثر الأشياء اللي عجبتني في هذا المكان. رجعك لطفولتك. المكان هون مخيم باب النجوم، أنا بحسه يعني كأنه منتجع سياحي لكن على شكل خيام. المكان عن جد حلو، الإقامة فيه تجربة مختلفة، بس شوي الوقت هذا من السنة الطقس شوي حار ووقت نهار. الأوقات الثانية بالليل الصبح بكير لطيف معتدل. خلينا نشوفكم الخيمة تبعت الرابحين معنا اليوم. يلا يا اهل البيت، يا اهل البيت، يا مرحبا. يا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف الحال؟ الحمد لله. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، والله شيء مرتب، شيء حلو، شيء فاخر. يا سلام يا سلام، مبروك. الله يبارك. خلينا نحكي عن الأسعار. الأسعار بالمخيم بتبلش من 100 لغاية 1200 درهم. طبعاً بتعتمد على حسب الخيمة، أصغر خيمة بتوسع شخصين بتبدأ من 100 درهم تقريباً حسب الموسم والأيام، وأكبر خيمة طابقين مع مسبح خاص حوالي 1200 درهم. تقدر تحجز من خلال الموقع الإلكتروني لمخيم باب النجوم والظاهر بالشاشة فوق. Wake me up to another good morning. Time to go. Got that smile upon my face, 'cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and find myself I am alive, and I soar. Still I run towards the wind, and let the child
ابو حميد صباح الخير. اهلين صباح النور يا شو اخبارك؟ الحمد لله. تتجول بالمكان؟ طبعا المكان جميل وحاب اتجول من الصباح. حلو حلو. طيب شو طمنا، شو رايك بالمكان، شو انطباعاتك عنه؟ انبسطت كثير بتجربتي مخيم باب النجوم. حلو. تجربة مميزة بالنسبة لي، واول مرة فعلا انه يكون نوعا ما فندق على شكل خيم. تجربة عجبتني جدا وان شاء الله اكررها في المستقبل القادم. حلو، مختلفة التجربة. نعم. شو اكثر اشي عجبك هون؟ صراحة عجبتني فكرة السينما على البحر والاجواء الاتموسفير اللي كان هناك. كمان عندهم مطعم 28 degrees، اطباق مميزة واسعار منافسة. وحاب اشكر احمد على استضافتي في المخيم. حبيبي حياك، اهلا وسهلا. نشكر ايضا مخيم باب النجوم على اتاحة هاي الفرصة لنا. اكيد كل الشكر لهم، ما قصروا. شكرا. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم ما تنسوا ما تعملوا اشتراك بالقناة، تعملوا لايك ضروري ضروري ضروري. شكرا، مع السلامة.